أنا إيمان مستور عبد الكريم، أخصائية تغذية وطب تكميلي. الفكرة جت من معاناتي مع بنتي، أن تشخيص المرض، كيف شخصنا المرض وكيف عانينا معها في البداية أن نعرفه الحساسية. هي طبعا عندها كانت حساسية الجلوتين اللي هو الداء البطني السيلياك. طبعا احنا في الأول عانينا أن احنا ما عرفناش نكتشفه كيف جاء المرض، او كيف يعني ما عرفناش نشخصه في البدايه، وبعدين شخصنا ان عندها السيلياك اللي هو الداء البطني. بدات عاد فكره شركه المنى من هنا، يعني بدينا في الاول اني كيف نصنع المخبوزات او كيف نتعامل مع الدقيق، كيف نعرف كيف نصنع كيف ندير المخبوزات هذين، لان طبعا التعامل مع الدقيق شوي صعب. فبدينا شويه بشويه، بعدين طبعا دخلنا عشان إن ما فيش كان دقيق خالي من الجلوتين متوفر في السوق، فدخلنا من برا الدقيق الخالي من الجلوتين، وبعدين فكرنا إن إحنا نصنعوا دقيق خالي من الجلوتين، يعني كيف ليش ما نصنعوش. ففكرنا إيش هن المكونات بتاع الدقيق، صنعنا طبعا، بدينا نجربه شوية بشوية، يعني نديره تجربة، نديره خلطة وبعدين نجربوها، طبعا كلها تجارب منزلية. وبعدين لما وصلنا الخلطة كويسة في التصنيع وفي كمخبوزات، درنا عليها طبعا أول حاجة اختبار في جامعة عمر المختار أن هي خالية تماما من الجلوتين. وبعدين بدينا نأسسه في الشركة، وانطلقنا إن شاء الله بأول حاجة بالدقيق المكس A اللي هو المتعدد الاستخدام، وبدينا شوي بشوي كل مرة نصنع حاجة، وبعدين بدينا بالسميد، وبعدين بالدقيق البازين، وبعدين آخر حاجة درنا دقيق اللي هو المخبوزات، الدقيق البان اللي هو آخر حاجة، اللي هي مقارب إن شاء الله للدقيق المستورد. ومن هنا جت فكرة إني تخصص ونخش في مجال التغذية كأكثر إنه يعني مقارب للقصة الحساسية. ودرست تغذية علاجية ودبلوم طب تكميلي، وأنا حاليا يعني عندي الحساسية، يعني عندي السيلياك. المساعدة اللي قدمناها للمجتمع إن نحن أول حاجة خففنا المعاناة عن الناس، بإن وفرنا لهم منتجات متنوعة ما كانوش يلقوا فيها من قبل، وغير هيك يعني تخفيض الأسعار عندنا نحن كشركة في متناول الجميع، خلى حتى التجار يخفضوا في سعر المستورد، فهذه هي التخفيف معاناة كبيرة عن الفئة هذه يعني.